الكمامة. الكمامة ما تحتاجها إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كنت مصاب بعدوى تنفسية مثل الكحة أو العطاس، الثانية إذا كنت تخالط شخص مريض. الكمامات عدة أنواع، وهذا النوع أشهرها وأكثرها استخداما. طريقة لبس الكمامة: اللون الغامق للخارج، واللون الفاتح للداخل، والشريط المعدني للأعلى. ضع منتصف الشريط المعدني على أنفك، وضع المطاط خلف الأذنين، ثم اسحب أسفل الوجه، وتأكد أنها تغطي الأنف والفم وأسفل الوجه. إذا أصبحت الكمامة مبللة أو رطبة فاستبدلها ولا تستخدمها مرة أخرى. لإزالة الكمامة لا تلمس الأنف أو الفم، ولكن اسحب طرفي المطاط من خلف الأذنين وتخلص منها في سلة المهملات. ثم اغسل يديك جيدا بالماء والصابون أو بمطهر كحولي. ولأي استفسار كلم الصحة 937.